باشرنا اليوم في منطقة الطيران بأعمال التبليط بعد انتهاء أعمال التهيئة، أعمال التهيئة التي شملت أعمال قشط الشوارع وأعمال التنظيف وصب المسارات الخاصة بشبكات الأمطار والربوطات المنزلية. بدأنا اليوم بأعمال التبليط، إن شاء الله أعمال التبليط راح تستمر إلى أن نكمل جميع أحياء منطقة الطيران. كذلك في قمنا بأعمال الشارع الرئيسي في منطقة الطيران اللي مقابل لجامع عجيل، باشرنا بأعمال صب الشارع بالكونكريت المسلح. هذا الشارع صار له تقريبا فترة يعني ما يقارب 20 سنة ما صار عليه أعمال صيانة أو إجراء أعمال تبليط. قمنا بأعمال قلع الشارع بالكامل وأعمال تسوية ترابية وأعمال صبة كونكريتية 20 سنتيم مسلحة طبقتين بي آر سي. إن شاء الله هذا الشارع اللي هو أحد الشوارع الحيوية بالمنطقة واللي راح يكون أحد الشوارع المؤدية لمطار الموصل راح يكون جاهز إن شاء الله خلال الأيام القادمة. إحنا بالنسبة لنا أنطينا للشركة كمناطق متاحة للعمل ضمن المشروع 40%، أنجزت الشركة ما يقارب 94% من المناطق المتاحة، بقت لها 6%. هاي 6% بها مشاكل ويا دوائر الدولة مثل دائرة البلدية، دائرة الري، دائرة سكك الحديد. هاي الأمور المعرقلات دعنا نعالج احنا مع بقية الدوائر وننجز إن شاء الله 6% المتبقية من المناطق المتاحة. احنا عندنا مشكلة بالفقرة العقدية اللي خاصة بالمشروع. الفقرة العقدية تتضمن تبليط مسارات، وتبليط مسارات هذا الموضوع يعني ما ممكن نبلط بهذا السياق. فصار اجتماع وهذا الموضوع دعم السيد المحافظ جماعة دارة المهندس المقيم ودارة المجاري ومديرية بلدية الموصل، وعقدنا اجتماع مع السيد معالي الوزير في مقر الوزارة بحضور المدير العام المجاري، واتفقنا على صيغة مناسبة إن شاء الله بالأيام القادمة. المحضر المتفق عليه إن شاء الله راح نصادقه من السيد الوزير، وراح نضمنه بأمر غيار راح نجري أعمال تعديل على فقرة التبليط ونكمل أعمال التبليط المناطق اللي تم تقديم خدمات المجاري لها.